ازيكم النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد، واخر مره تقريبا عملنا ستيفلر رياكشن حرفيا مش فاكر يعني كان اخر مره كان ايه. تقريبا كان عملنا ستيفلر رياكشن لما كان ايه، كان سبايدر مان تقريبا، كان سبايدر مان نو واي هوم. يا لهوي، هو اتس بين سو لونج للدرجه دي انا ما عملتش تريلر رياكشن لاي حاجه. هو تقريبا فعلا لحد كان تريلر رياكشن بتاع سبايدر مان تقريبا يعني على ما اتذكر. حتى دكتور سترينج انا ما عملتوش تريلر رياكشن، انا اتفرجت عليه لوحدي يعني ما عملتوش تريلر، كنت شايفه يعني واتكلمت عليه في الكلام في الافلام لما عملنا الحلقه اللي هي بتاعت مش فاكر كانت الحلقه كانت حتى اسمها ايه. عملنا حلقه كده اتكلمنا فيها على حاجات كتيره جدا، كان في ريفيوز كانت بتاعت تكساس شينسو والبحث عن علا والكلام ده كله يعني. فكان منهم طلعت اتكلمت فيه على الدكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس الاعلان بتاعه، بس انا ما عملتوش تريلر رياكشن لو كنت شايفه. من ساعتها ما عملناش تريلر رياكشن. واو يعني فككم مسلسلات رمضان يعني حطوا مسلسلات رمضان على الجنب، انا بتكلم على المعتاد بتاعنا يعني بتاع تريلر رياكشن سواء افلام او مسلسلات او وات ايفر، يعني حطوا مسلسلات رمضان على الجنب ما تدخلوهاش في الاستيفل رياكشن. ما علينا، يعني يوم ما نرجع نعمل تريلر رياكشن نعمل الفيلم اللي هو 365 دايز داني يعني. ولا وايه في رمضان يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. الفيلم ده يعني وهينزل في رمضان. فيلم هينزل في رمضان، استنى كده. ريليز ديت 27 اوف ابريل، 27 ابريل هو هينزل في رمضان. في رمضان يعني هينزلوا ده في رمضان، وهينزلوا كمان تقريبا على ما اعتقد إليت الجزء الخامس برضو في رمضان. يعني ماشي، مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني سايبين شهور السنه كلها انا جايين ينزلوا الحاجات دي كلها في رمضان. يعني هو الجزء الثاني بتاع فيلم 365 دايز هو كان واحد من اسوأ الافلام اللي انا اتفرجت عليها في حياتي، وفعلا بجد انا حسيته عايزين يعملوا يعني زي ما تقول كده نسخه اوروبيه شويه من فيلم 50 شيدز اوف جراي. يعني انا كنت قايل الكلام ده برضو حتى لما جيت عملت له ريفيو لفيلم المسخ ده، الفيلم ده كنت عملت له ريفيو، ناس كتيره فشخ هجمتني. يعني كان من اكتر، اولا الفيديو ده اصلا اكتر فيديو اللي هو بتاع الموفي ريفيو بتاع الفيلم ده تقريبا اكتر فيديو عملت له ريفيو او اكتر فيلم عملت له ريفيو جاب لي فيوز من الاخر. يعني مشاهداته كانت بالنسبه لي كانت خرافيه لحد النهارده، يعني داخل تقريبا على 100,000 مشاهده، فانا بالنسبه لي كان صدمه. كنت وجالي هجوم كبير جدا على الفيلم ده، ان انا كنت قايل ان هو فيه شبه من 50 شيدز اوف جراي. يا جماعه انا راضي ذمتكم، الفيلم ده ازاي مش شبه 50 شيدز اوف جراي؟ ازاي؟ انا اقنعوني. يعني جايبين واحد عامل نفسه شكله حلو والتاني نفس الكلام، وعلى ما اعرف ان الكتاب ده تقريبا الفيلم ده اصلا تقريبا على ما اعتقد ليه كتاب زي فرضه 50 شيدز، تمام؟ وجايبين البت الغلبانه الكيوتا اللي هبله في نفسها وبرضه بتاخد على دماغها منه، تمام؟ نفس الكلام وهكذا بقى. وفي شويه سسبنس مش عارف ايه برضو نفس الكلام، وفي طبعا حاجات بس مش هينفع اقولها في رمضان، فيعني برضو نفس الكلام. يعني انتوا ازاي مش قادرين تشوفوا الشبه؟ انا مش بقول لكم ان القصه انا مش بقول ان البلوت بتاع الفيلم شبه البلوت بتاع الفيلم الثاني، انا بقول لكم اخدين من هنا وحاطين هنا، ازاي انتوا مش شايفين ده؟ انا ما اعرفش، وكذا حد هاجمني وقال لي ازاي يا جدعان انتوا ازاي، يعني ازاي مش قادرين تشوفوا الموضوع ده. ما علينا، الكاست هو نفس الاخ اللي انا اصلا ما بينزليش من زور، حرفيا بجد ما بينزليش من زور. هو اسمه ميشيل مورونا، هو اصلا ايطالي يعني ايطالي الجنسيه زي حالاتي، فما اعرفش يعني مش متقبله خالص. مش انا بالنسبه لي ده مش ممثل، يعني هو اصلا اساسا مش ممثل في الحقيقه. هو اللي اعرفه ان هو اصلا موديل، وسمعت ان هو كمان تقريبا مغني وبعد كده دخل في سكه الافلام بقى. ما بيجيش معاه سكه، حرفيا ما بيجيش معاه سكه خالص. يعني ده جيمي دورنان اللي انا اصلا ما بحبوش بتاع مستر جراي اللي هو بتاع 50 شيدز اوف جراي، ما بحبوش يعني بتقبله اكتر شويه عن ده. بعد كده عندنا انا ماريا اللي هي كانت دور لورا، وبعد كده عندنا ماجدالينا برضو اللي هي بدور اولجا. بعد كده الكاست ليست الباقي الناس التانية ما اعرفهاش. الفيلم من كتابه ومن اخراج باربرا بيالواس، المخرجه دي كانت عامله فيلم اسمه بيج لاف، بصراحه عمري ما سمعت عنه في حياتي، وهي نفس المخرجه بتاعه 365 دايز، يعني نفس المخرجه بالظبط، يعني هي نفس المخرجه. يعني طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم 365 دايز على هوم سينما ستيفلر رياكشن. يلا بينا. I will
I'll do whatever I want with you. This is Tori Shelley, right? How long have you been working for my husband? How could I be so stupid? Dalej mi nie powiedziałaś? Mroczna tajemnica to jest świetny fundament danego związku. Laura. Tell me the truth. Who are you? Laura. اوكي، عوده لاورا لفيلم 365 دايز اسمه This Day. يا باشا ايه اللي بيحصل في التريلر ده؟ يعني منتج يا باولو، منتج باولو، منتج يا باولو، يعني انتوا في ايه يا جدعان؟ يعني حاسه هيبقى نفس درجه الكرينجينس بتاعت الجزء الاولاني، يعني مش حاسس ان هو هيبقى في حاجه مختلفه او حاجه واو بصراحه في الفيلم. حاسه هيبقى نفس الهبل اللي كان موجود في الجزء الاولاني، وبرضه حاول حاسس ان هو ماشي على نفس السكه برضه بتاع 50 شيز، وحاسس ان هم هيعملوا له كمان تريلوجي. يعني الجزء الاولاني يا جماعه من كتر ما هو فشل برضه جاب مشاهدات بطريقه مش طبيعيه. يعني الجزء الاولاني على ما اعتقد، يعني او على ما اتذكر، اول لما نزل الفيلم كان حرفيا تريندينج في العالم كله بجد. انا تقريبا انا ما شفتش دي قبل كده، يعني انا بكلمكم افلام مش مسلسلات، انا بكلمكم على نتفليكس افلام مش مسلسلات. الفيلم ده حرفيا لما نزل في العالم كله كان ترند، في ايطاليا وفي امريكا وفي الوطن العربي، سواء مصر الصعد كله كله كله، ومش عارف في اوكرانيا ومش عارف في روسيا ومش عارف بريطانيا، كان في العالم كله كان ترند رقم واحد، والفتره كبيره جدا. يعني الفتره كبيره جدا كان تقريبا كان ليدنج ترندنج في الجزء في المركز الاول تقريبا لمده اسبوعين، وفي مصر حرفيا في مصر تقريبا قعد ترند مركز الاول بتاع شهر او شهر وي كمان. يعني ما اعرفش ليه، يعني طبعا يعني مش عايز اقول ليه عشان احنا في رمضان، فمش عايز اقول لما انا ناس مش عايز اقول ليه عشان ما تنرفز. ويعني انتوا سايبين شهور السنه كلها حبكه انتوا تنزلوه في رمضان؟ يعني انا بجد مش فاهمكم، يعني انا بجد مش فاهمكم. 27 ابريل يعني لسه في رمضان، يعني انتوا هتفطرونا على 365 دايز؟ يعني امي تيجي تقول لي النهارده اعمل لك شويه رز وفاصوليا ولحمه، اقول لها لا يما انا النهارده مش هفطر رز وفاصوليا ولحمه، انا هفطر 365 دايز. ما علينا، انا نسبه ترقبي بصراحه للفيلم 4/10 مش اكتر من كده، لان انا الجزء الاولاني كان مخيب فشخ للامال. انا ما عجبنيش خالص الجزء الاولاني خالص، بس ممكن ابقى اتفرج عليه علشان اعرف ام نهايه القصه دي هتبقى ايه. ف مش هترقب منه حاجه عاليه او الفيلم ده، انا عارف ومتاكد مليون في الميه هيبقى زي الجزء الاولاني يمكن اقل كمان. فكره ان هو هيفوق التوقعات عن الجزء الاولاني دي مستحيل، انا متاكد. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم 365 دايز This Day الجزء الثاني. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثاني اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وباي باي.